السلام عليكم. هنا معكم عبد الله الرسام المغربي من نيويورك. كان هذه الدروس لجميع الناس اليوم في الأزمة ديال كورونا، واليوم محصورين في المنازل ديالهم، وبالأخص الأطفال والشباب. أنا كان هذه الدروس باش يتابعوني، باش يشوفوا كيفاش كنرسم ويتابعوا يعني بشوية في البداية. أنا كنمشي بسرعة لكن بس، ولكن يتابعوني شوية في البداية، خصتكم شوية. شوفوا هاد الصباط هذا أو السبلديلة كاش رسمتها من البداية، مني كنبدأ تبدأوا نتوما حتى النهاية، ما فيها بس إلى رسمتو بديتو كتنقطو في حالة ذلك كندير، ما فيها بس ماشي مشكل. يعني هذا حسن الاختيار، يمكن لي رسم بدون ما نحبس، ولكن انا كي بعد خلت كنحبس، لان الاخص بلي كنبغي نوري الناس كيفاش كنرسم، خاصني نحبس ونوقف انا ونوقف انا ونقول لا. وثاني ملي كنرسم بالموسيقى كنحبس وكنوقف وكنحبس ونوقف. بعض الناس تيقول لك علاش انا يعني خاصني ندير الخط واحد ما نوقف حتى الاخر. اي نقدر ندير، عندي هذاك الشكل ديال الرسم الاخر، هذاك الشكل ديال الرسم الاخر. يعني الرسم فيه اشكال، ما فيش غير واحد النوع الرسم، كل واحد كيفاش كيرسم وكل واحد كيفاش كيختار الشكل ديالو، الطريقه ديال الرسم كيختلف. يعني راه عده حوايج اللي يمكن لك، مثلا ها هو الصباط رسمته خاوي، دابا كنرسم في الرجل. يعني رسم تبدا في البدايه رسم الصباط او السبرديله خاويه، السبرديله خاويه، وفي الاخر ها انت يمكن لك ترسم فيها الرجل. ها كيفاش دير الرجل، يعني ساهل هاد بشويه بشويه. هاد البدايه هادي يمكن لك تنتقل وتكرر، تبقى تكرر، تبقى تعاود، تبقى دير تكرار تكرار تكرار. اللي درتي اليوم ديرو غدا، اللي درتي اليوم ديرو غدا، حتى تقن الرسم ديالك. هنا غادي نرسم ثور، ثور غاضب غاضب باغي يركل. ها انتم تبعوا معايا، ها انتم شوفوا هاد الثور هذا. يعني كيف الامكان ديالي باش ما ندير خط واحد، ولكن لا كنوقف، لان علاش كنبغي نوري الناس كيفاش كنرسم. هذه هي الطريقه، ها هو التصور، ها هو كما شاهدتم. غادي نرسم دابا رسم بيجي، المراه ديال المرحومه كنرسمها كتلعب الجيتار. ها هي غنرسمها، يعني تابعوا معايا. يمكن لكم تبقاو ترسموا الحذاء حتى تقلوا الحذاء، وعاد دوزوا للثور او دوزوا للبيجي، فهمتوا؟ ما يمكنش يعني ما لا محتاج تحاولوا تقلدوني انا، لا غير تعلموا كيفاش ترسموا، هذا هو المهم، هذا هو المهم. انا هي بيجي الله يرحمها كتلعب الجيتار، ها هي كتلعب الجيتار. يعني بيجي رسمتها بزاف بزاف، كثير كثير كثير. هاد السوبجيكت ديال الصوره ديال بيجي الله بديت نديرها ملي توفات، اللي كتلعب الجيتار. ايا نديرها المره الثانيه ثاني عاود، ايا كما كتشاهدوا. انا كنمشي بزربه، ولكن نتوما ما مرغومش عليكم. الناس اللي كيبداو سيروا شويه، سيروا شويه، سيروا شوية. وزيدون ما تنساوش بان ما كنرسمش انا بالقلم بلا بيس، راه ماشي لا بيس هذا، انا ما كنمحيش. انا اللي ننصحكم الا كان في الاستطاعه ديالكم ما ترسموش بلا بيس، ولكن الا بغيتو ترسموا بلا بيس عندكم الثقه، سيروا على هذيك الطريقه حتى تعلموا وحيدوا لا بيس وبداو ترسموا بستيلو. انا كنرسم بستيلو، انا كرسم ستيلو، انا عندي الثقه التامه. انا ستيلو علمني الثقه في النفس. انا لافيس داكشي ديال المحيان والمسحان والمسحان والمسحان، ما كنحملوش، ما كنديروش، ما كنبغيش نديرو. فوالا، كنت مع عبد الله الرسام، عبد الله خديم من نيويورك، كنهدي عليكم كلكم، وفي هذه الازمه ديال كورونا، وحافظوا على راسكم. مع السلامه ان شاء الله.